مؤتمر بغداد الثاني الدولي للمياه وزيارة ضيوف العراق الأفاضل من مختلف دول العالم، ويرافقنا أيضا معالي وزير الموارد المائية السوري في هذه الزيارة، وأيضا الأخوان الوفد التركي والأردني السيد وكيل وزارة الأردني، والعديد حقيقة من المنظمات حضروا معنا للاطلاع على تاريخ العراق من خلال اطلاعهم على منشأ السدة الهندية القديمة التي أنشئت في عام 1913، آخر إنشاء لها إنما هي ابتدأت من عام 1880 قبل هذا التاريخ. هذه المنشأة تعكس تاريخ العراق في المشاريع الروائية، وأيضا أدرجت على لائحة التراث العالمي للري مؤخرا، فبالتأكيد حريصين على إطلاع كل دول العالم على تاريخ العراق وتاريخ منشآته الروائية وتاريخ الري في العراق حقيقة. فهذا هو الهدف، الاطلاع على هذا المنشأ المهم، المنشأ الذي تحكم بتوزيعات المياه سابقا كان على نهر الفرات، وأيضا الوفد قام بزيارة سدة الهندية الحديثة التي أنشأت عام 1986 بدلا عن هذه السدة. لذلك كان قرار الوزارة هذه السدة تؤهل وتكون حقيقة منار لكل العالم يطلعون عليها، يزوروها، يطلعون على تاريخ العراق الحديث في هذا الموضوع.